بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح ان شاء الله الفيرال انفكشنز. طيب انا هبدأ الاول بالنظري وبعد كده هخش على الصور. طبعا الصور دي بتاعت اسم الديرما. اول حاجه في الفيرال انفكشن هو الهربس سيمليكس. الهربس سيمليكس فيروس بيبقى فيزيكولر فيروس، الليجن بتاعه بيبقى فيزيكولر فيزيكلز. الفيزيكلز دي بتبقى هايلي كونتاجيوس وبيتنقل الديزيز ده عن طريق الدايركت كونتاكت. في عندي هيربس سيمليكس تايب 1 وهيربس سيمليكس تايب 2. الهيربس سيمليكس تايب 1 بيبقى فيشيال زي ده كده. الهيربس سيمليكس تايب 2 بيبقى جينيتال. طيب الانكيوبيشن بيريود بتاع الهيربس سيمليكس لو انا اتكلمت على تايب 1 بيبقى from 2 to 5 days. بيبدا ازاي الليجن؟ الهيربس بيعمل برايمري اتاك. البرايمري اتاك بتروح للدورسال روت جانجليون وبتبقى ليتنت، وبعد كده بيحصل لها رياكتيفيشن عن طريق بريديسبوزنج فاكتورز. الرياكتيفيشن الفيروس يقوم رايح على سكين اريا along ذا كوتينيوس نيرف. طيب لو هو برايمري اتاك اللي هي الفيرست اتاك تبقى سب كلينيكال يوجوالي اسيمتوماتيك، ولكن ممكن تكون كلينيكال اتاك. كلينيكال اتاك بمعنى فيزيكلز. الفيزيكلز دي بتبقى بينفول with fever and malaise, local lymphadenopathy, no grouping، يعني مفيش grouping، ما بيبقاش معاها باستيول ولا كراست ولا الكلام، لا بتبقى فيزيكلز عاديه جدا. طيب الفيزيكلز دي بتبقى associated with حاجه اسمها herpetic gingivostomatitis، يعني ممكن يكون في inflammation في الجينجيفا تمام، وفي الاورال ميوكوزا اللي هي اراوند اللي هي بيري اورال. كمان بيبقى معاها هيربيتك كراتو كونجنكتيفايتس في الكورنيا وفي الكونجنكتيف. هيربيتك ويتلو، هيربيتك ويتلو تبقى في الفينجرز اوف دنتستس، فينجر نيلز اوف ايه دنتستس او في الفينجرز عادي يعني. طيب لما يحصل رياكتيفيشن عن طريق فيفر او عن طريق جي اي تي ديستربنس او سايكولوجيكال انكزايتي او فلو لايك سيمبتومز او ابر ريسبيراتوري انفيكشن او سان اكسبوزد او تروما اكسبوزد او منستريشن، كل ده بيعمل ده بتبقى بريدسبوزنج فاكتور او بريسيبيتيتنج فاكتورز بقى الاصح، لان كده كده الليجن موجود. بريسيبيتيتنج انا قومت الليجن مره ثانيه، هو كده كده موجود. طيب من الليتنت بقى اكتيفيتد، طيب اتحرك along كوتينيوس نيرف وراح للسكين اريا عمل الليجن. الليجن هنا في المرحله الثانيه بقى اللي هي اسمها ريكارنت هيربس. ريكارنت هيربس تبقى فيزيكلز. الفيزيكلز دي بتبقى فيها جروبنج. جروبنج يعني ايه؟ يعني ممكن يكون معها باستيول كراستيشن ألسريشن. طيب بيرنينج سنسيشن هيل ويز 5 تو 7 دايز اند نو سكورينج. بالنسبه للهربس تايب 2 بيتنقل سيكشوالي وكمان بيبقى موجود في الجينيتال اريز، شافت اوف جلاند سبين، شافت اوف بينس، جلاند سبينس، سكروتم ميلز اند فالفا، فالفا فاجينا اند سيرفكس ان فيميلز. تايب 2 بيبقى از تايب 1. بس في معلومه عايز اقولها، ان لو جه هربس سيمليكس فيروس تايب 2 برايمري اتاك ان بريجننت فيميل بيفور ديليفري، لازم يبقى تمام دينجرس ساين ولازم يحصل ديليفري باي سيزيريان سكشن. اما لو كان سكندري اتاك ديورنج بريجننسي ما فيش اي مشاكل، نو افكت اون فيتس. صور، اول صوره برايمري هيربس. عرفت منين هي جاست فيزيكلز؟ جاست فيزيكلز موجوده على الفيس. طيب تاني حاجه، ادي الهيربس بتعمل جينجيفوستوماتايتس، وادي في الفينجر اللي هو هيربيتك ويتلو. بعد كده ريكورنت هيربس. ريكورنت هيربس بيبقى فيه رياكتيفيشن وبتبقى فيزيكلز، ممكن يكون معاها باستيل او كراستيشن او ألسريشن. ادي صوره احسن من كده، في كراستيشنز اهي وفي باستيول تمام. الفيزيكلز فيها بقى فيها باس وكمان عامله كراستيشنز. ده هيربس تايب 2 عامل هيربيتك فالفايتس فالفا تمام. ده بيبقى هيربس سيمليكس في الجلاند سبينس والشافت اوف بينس،
في بسطيول ده اهي. طيب ازاي اعالج الهربس سيمبلكس؟ سهل جدا وبسيط. قال لك في سكندري بكتيريا انفكشن بيحصل، ادي توبيكال انتيسيبتيك اسمه ايه؟ اسمه جينتيان فايلوت بينت، التركيز بتاعه 2% او بوتاسيوم برمنجنات 1 على 8000، وكمان ده فايرال ديزيز يبقى اديله انتي فايرال، انتي فايرال توبيكال او سيستميك. التوبيكال بيبقى سايكلوفير كريم، بيبقى 5 تايمز بير داي فور 7 دايز، ولو سيستميك بيبقى برضه 5 تايمز بير داي فور 7 دايز. الدوز بتاعته بتبقى 200 ملي جرام. ممكن استخدم اذر انتي فايرال لايك حاجه اسمها فام سايكلوفير او فالا سايكلوفير. الفيروس الثاني هو الفاريسيلا. الفاريسيلا ده بيبقى طبعا الفيروس بتاعه اسمه فاريسيلا زوستر فيروس. طيب الفاريسيلا بيعمل ديزيز اسمه تشيكن بوكس. طبعا الفاريسيلا ده بيتنقل عن طريق الدايركت كونتاكت ودروبليت انفكشن، هايلي كونتاجيوس، وممكن يبقى البيشنت ده انفكشوس 4 دايز بيفور ايربشن، يعني قبل الفيزيكلز دي ما تطلع باربع ايام انتل كراستيشن، دي مرحله الايه الانفكتيفيتي. طيب الانكيوبيشن بيريود بتاعه فروم 2 تو 3 ويكس. اي الفاريسيلا عامه بتبدا الاول ببرودرومال ستيج وبعد كده بيحصل ايربشن. البرودرومال ستيج دي، البرودرومال ستيج تبقى عباره عن فيفر ومليز وهيدك، تبقى 1 تو 2 دايز. بعد كده يحصل ايربشن. الايربشن لازم اعرف ان هي اتشي اتشي، عشان كده بستخدم انتي هيستامين في التريتمنت. كمان بوليمورفيك. يعني ايه بوليمورفيك؟ يعني ممكن يكون فيها فيزيكلز مع ماكيول بابيول كراستيشن باستيول وهكذا. سنتريبيتال، يعني ايه سنتريبيتال؟ يعني بتبدا من السنتر وبعد كده بتروح على البريفري. اما سنتريفيوجال يعني تبدا في البريفري وبعد كده بتروح للسنتر. فهنا سنتريبيتال يعني بيبدا في الترنك وبعد كده بيروح للنك وبعد كده يروح للفيس السكالب وينزل على الاكستريميتيز، وكمان ممكن يحصل ايربشن في الميوكاس ميمبرين. طيب الهيلينج بيحصل within 10 دايز، غالبا يوجوالي نو سكارينج اند نو سيكولز، ولكن sometimes بيبقى معاه هايبوبيجمنتيشن او sometimes بيبقى هيل وذ سكار. طيب ده الفاريسيلا زوستر، ادي الصوره بتاعته، ادي صوره الفاريسيلا عباره عن فيزيكلز بوليمورفيك، ممكن تكون معاها يعني تبقى ديفرنت ايفولوشن ستيجز، يعني باستيول بابيول ماكيول فيزيكل في نفس الاريا، تمام. و بتبقى سنتريبيتال في الترانك وبعد كده تطلع بقى في الايه في النيك فيس سكالب وتنزل في البريفري. هي بتبقى ليس كومن في الاكستريميتيز يعني. طيب تمام، برضه في الميوكس ميمبرين، ممكن تكون في الاي، في الماوس، في الجينجيفا. التريتمنت بتاعها كبروفيلاكتيك بياخد الفاكسين بليف اتنويتد او الميونوجلوبولينز في الاشخاص اللي هم ايمونو كومبرومايز ما يقدرش ياخد الليفاتينويد فاكسين او اللي هو نون فاكسينيتد. طيب ايه التريتمنت بقى؟ الاكتيف تريتمنت بقسمه التوبيكال وسيستميك. هنا في باستيول ممكن تتكون، معنى كده ان في سكند البكتيريا انفكشن بيجي اون توب اوف فايرال انفكشن، فبدي انتيسيبتيك برضه اللي هو الايه الجينتيان فايلوت 2% سوزنج ايجنتس، طبعا هو الكراميل لوشن. سيستميك ممكن ادي انتي هيستامين لانه اتشي، وكمان انتي فايرال دراج، ادي اسايكلوفير within 72 hours. طيب في الشيلدرن الدوز بتاعته تبقى 20 ملي جرام بير كي جي، 20 ملي جرام بير كي جي within maximum dose 800 ملي جرام بير دوز. بيتاخد قد ايه؟ قال لك 4 تايمز بير داي فور 5 دايز. اما الادلتس بيبقى 800 ملي جرام 5 times per day for 5 days. الهربس كان for 7 days. أما الفاريسيلا 5 days. في الفاريسيلا الشيلدرن هم 4 مرات في اليوم، أما في الأدلت 5 مرات في اليوم. غالبا الدوز تبقى من from 200 to 800. ده بالنسبة للأطفال، الأدلت بيبقى 800 ميلي جرام. اما في الهربس بيبقى 200 ملغ. طيب
نخش بعد كده على الديزيز الفيروس التاني، هو ال فاريسيلا زوستر، انا اسف الهربس زوستر. الهربس زوستر ده بيجي نتيجه رياكتيفيشن فروم ليتنت فاريسيلا، معنى كده ان الادلت اللي عنده هربس زوستر ممكن يبقى انفكت انفكشس لل تشيلدرن اللي عندهم، يعني يعني بيبقى انفكشس ويجيب له تشيكن بوكس. يعني هو ادلت عنده هربس زوستر، ده اصلا ليتنت فاريسيلا، هيجي هيجيب للتشايلد ايه؟ هيجيب له فاريسيلا الاول، تمام؟ وبعد كده بقى ايه الليجن ممكن يحصل له اكتيفيشن يجيب له هربس. طيب الهربس مهم جدا نعرف انه كان رياكتيفيشن للفاريسيلا، الفاريسيلا اللي كان موجود في الدورسال روت جانجليون او في الكرينيال نيرفز كان ليتنت، بعد كده حصل له رياكتيفيشن، عمل برضو الون كوتينيوس نيرف، مشي في السكين اريا الون ذا كوتينيوس نيرف، وعمل فيزيكلز ويز سيرومتس بيز. الفيزيكلز دي بقت دراي، عملت كراستيشنز ان 1 تو 2 ويكس، وبعد كده عملت سكارينج. هربس زوستر از ستريكتلي يونيلاترال اكسبت سم كيسز، ممكن يكون بايلاترال او جنرال جنرالايزد في حاله الاميون كومبرومايزد بيشن. اتنين فيري فيري بينفول، فيري فيري بينفول، والبين بيبقى ويز ذا ليجن اور بيرسيد ذا ليجن، وكمان مع جنرال ليمف نود جنرال ليمف نوروباثي. طيب ايه الارياز اوف هربس زوستر؟ بيبقى موجود في الثوركس، في اللامبو سيكرال، تريجيمينال نيرف along the ophthalmic division and cervical C2, C3 and C4. What are the complications of herpes zoster virus؟ بيبقى أول حاجة post herpetic neuralgia، تبقى very 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 painful وبتبقى revealed by painkillers. اتنين secondary bacterial infection، تلاتة scarring، أربعة skin gangrene، خمسة herpes zoster of salmicus، ستة رمزي هانت سيندروم لو افكت الفيشن نيرف عن طريق الجينيكليت جانجليون. نشوف الصور، ادي هربس زوستر، هربس زوستر فيروس موجود في اللامبو سيكرال ريجن، بيبقى يونيلاترال، بيبقى عباره عن فيزيكلز بيحصل لها دراينس، وبعد كده بتبقى كراستيشنز ويز اريسريمتس بيز. الصوره الثانيه بتبقى موجوده في الثوركس اريا، بتبقى فيزيكلز ويز اريسريمتس بيز، انا مش شايف ان هي دراي ولا في كراستيشنز. بعد كده هربس زوستر اوفثالميكس بتبقى along trigeminal nerve along ophthalmic division، وبتبقى عاملة dryness وcrustation، وبتبقى erythematous disease بتبقى unilateral اهي. وبعد كده عندي الديزيز اللي بعد كده هو الفيرال وورتس. human mammalian virus، والhuman mammalian virus بيعمل حاجة اسمها viral warts او الاسم التاني الفيروكاي. الفيروكا دي عبارة عن ايه؟ قالك الورت بيبقى mammalian، بيبقى rough surface، بيبقى asymptomatic babules وتبقى جريش، والتايب بتاعها اسمه فيروكا فالجاريس. فيروكا فالجاريس ده بيبقى اوردينري وورت، بيبقى الانكيوبيشن بيريود بتاعته فروم 1 تو 8 مانثس، طويله جدا، وبتتنقل عن طريق دايركت كونتاكت او اوتو انوكليشن. النوع الثاني اسمه بلين وورتس، من اسمه بلين معنى كان وورت ويز سموث فلات سيرفيس، تبقى افكت التشيلدرن وبتبقى موجوده في الفيس والاكستنسور اوف ذا هاند. ثالث حاجه بلانتر وورتس، بلانتر وورتس موجوده في السول وموجودة in between toes against any body prominence تبقى painful. بعد كده genital warts، genital warts موجودة في صورة من الصورتين، يا إما بتبقى بيدانكيوليتد يا إما بابيولز، بيدانكيوليتد grayish cauliflower mass أو تبقى grayish small بابيولز، وبتعمل ليجن اسمه كوندايلوما أكيوميناتا، نفرقها عن الكوندايلوما لاتا اللي موجودة في السيفلس، أما دي كوندايلوما أكيوميناتا. لو موجودة بتبقى كبيرة جدا بيدانكيوليتد وممكن تقفل الفاجينا، فبالتالي ممكن لازم يحصل مع السيريان سيكشن. كمان بيعمل حاجة اسمها سيرفايكال انترا ايبيثيليال نيوبلازم، وده بتبقى بري مالجنانت سندروم. ده بالنسبة للفيرال وورتس. نشوف الصور بتاعته، ادي فيروكا فالجارس عبارة عن مامليتد رف سيرفيس في فيروكا فيروكاي، و تبقى بابيولز جريش، فيروكا فالجاريس الكويشن بيرو بتاعها from 1 to 8 months بيتنقل عن طريق دايري كونتاكت. طب الليجن بعد كده حاجه اسمها بلين وورتس، لا ده لسه الفيروكا فالجاريس اهو. طيب بعد كده الايه البلين وورتس، لا لسه برضه فيروكا فالجاريس في الكيمنر فينومينال، كيمنر فينومينال اللي هي سام اكسبوزد اريا او تروما اكسبوزد اريا. بعد كده الحاجه اسمها فايلي فورم وورتس موجوده في البيرد، وبعد كده في برضو حاجه اسمها
فيروكا ليبياليس موجوده في ليبيا في اللبس، وفي حاجه اسمها بيري اورال ووردز حوالين الاورال كافيتي، في برضو اللي هي المالتيبل بلين ووردز. مالتيبل بلين ووردز بتبقى ووردز وذ بلين سيرفس وسموث سيرفس فلات، ما فيش فيها الايه الامبليشن ولا الفيروكاي، مش موجوده الكلام ده، بتبقى موجوده في التشيلدرن غالبا، و بتبقى في الفيس او الاكستنسورز اوف ذا هاند. طيب في برضو هي دي برضو المالتيبل بلين ووردز، اهي بلين اهي سموث سيرفس تمام، مش مبليتد ولا حاجه، مش رف سيرفس. في برضو الايه الموزايك بلانتر وورت. البلانتر وورت بتبقى موجوده في السول او ان بتوين توز، بتبقى جينست بوني بروميننس، تحتها لازم يكون بوني بروميننس وبتبقى بينفول. بعد كده الليجن اللي بعد كده في البيري انال ووردز برضو اهي نفس الشكل تمام. وبعد كده في الجينيتال ووردز، جينيتال ووردز موجوده هنا في ادي مثلا صوره الكوندايلوم اكيوميناتا، كوندايلوم اكيوميناتا هنا بتبقى بيدانكيوليتد كبيره جدا اهي تمام، وبتبقى جريش كولي فلاور ماس، ممكن تبقى جريش سمول بابيولز، بتبقى اسمها كوندايلوم اكيوميناتا، بتبقى تحتاج سيزيريان سيكشن وتعمل حاجه اسمها انترا ابيثيليال سيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبلازم. الفيروس اللي بعد كده اسمه ملاسكم كونتاجيوزم فيروس، اللي هو بيجي نتيجه الايه بوكس فيروس. الانكوبيشن بيريود بتاعته من 6 ل 9 شهور، بيتنقل عن طريق دايركت او اندايركت كونتاكت، هايلي كونتاجيوس، بيجي في الفيس وفي الجينيتاليا وفي الترانك. الليجن بتاعه بيبقى بينلس بابيول سوليتري او مالتيبل، وبتبقى امبلايكيتد ان سنتر، وبتبقى شايني بيرلي وايت. هي سوليتري، ولكن المالتيبل ليجن مي بي بريزنت. هنا برضو الملاسكا كونتاجيوزا بيبقى بايلاترا، بيبقى مالتيبل، وهو المفترض اصلا بيبقى سوليتري بينلس شايني بيرلي وايت بابيول امبلايكيتد ان سنتر. ادي الامبلايكيشن مهمه جدا، شفت الامبلايكيشن ده ملاسكا كونتاجيوزا، وممكن تبقى مالتيبل زي ما احنا شايفين في الصوره هي مالتيبل. وده كان الفيرال انفكشن، اتمنى اكون استفدت ان شاء الله، وبالتوفيق في الان راوند او في الفاينل ان شاء الله، وهنكمل في فيديوهات تانية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.